منصة الوطية وبمنطقة ديال الوطية اللي فرحنا بزاف الجمهور ديالها وجمهور اللي كريم ومضياف انبسطنا معهم صراحة. كان واحد تفاعل جميل لا ما بين الأغاني لا ما بين الفيلينغز بيننا وبينهم صراحة. داز واحد الفيلينغز بيناتنا جميل جدا. وكنبغيو نشكروهم على التواجد ديالكم وكنشكروا المنظمين وكنشكروكم كاملين صراحة أكيد القائمين على موسم طنطان في دورته العشرين. لا من الأمن اللي كان كيسهل بزاف ديال الحوايج لينا والجمهور اللي كيتفرج. منطقة صراحة زوينة بزاف وفيها بزاف الحوايج ما يتشافوا واللي سيخليني زعما المره الجايه انا بحال دابا اليوم جينا خدمه غادي نبغي نرجع باش نشوف الجهه كامله حيت فيها بزاف ديال الحوايج ما يتشافوا. كان عندنا عمل ديال واكواك اللي كان فيه طابع صحراوي وحاولنا نديروه لا من الباس لا من الالات شحال دخلنا شحال من حاجه اللي كان فيها طابع صحراوي. فمازال ان شاء الله تكون جاي اعمال جاي. اللي تكون لهجه حسانيه صحراويه ونمتعوا بها الجمهور الصحراوي. الجديد هو غادي يكون واحد الستيل جديد جدا على عمر ورجاء غادي تصور في بلد اخر. احنا مازال قدامين يعني خدامين عليه ان شاء الله غادي تفاجئوا به انا عارف غادي يعجبهم بزاف ان شاء الله. ان شاء الله هذا الصيف غادي تكون جوله فنيه اكيد في بزاف ديال المدن المغربيه اللي غيكون عندنا فيها حفلات لاول مره وغادي نكونوا متشوقين باش نشوفوا الجمهور المغربي من كاع المدن ومن كاع المناطق. ان شاء الله مناطق اللي صغيره بزاف غيكون عندنا فيها حفلات ان شاء الله.